الشعب وحده من يملك القرار ومصدر السلطة ومن يمنح الحاكمة الشرعية، وليس الخارج وعدوانه من يعين حاكما ويفرضه لتدمير الوطن وقتل شعب بأكمله. رسائل وجهتها حشود المواطنين الغفيرة التي تداعت إلى ميدان 70، وجهتها لتحالف العدوان وعملائه وهيئات المجتمع الدولي أجمع. أمواج بشرية هاجت إلى العاصمة صنعاء، إلى ميدان 70، ميدان التحدي والصمود من مختلف المحافظات اليمنية، رغم تهديد طيران العدوان السعودي ومحاولته الفاشلة عرقلة تلك الحشود من الاحتفاء بصمودهم وانتصارهم في إفشال كل أهداف العدوان على وطنهم. حشود هادرة أتت من كل حدب وصوب، مستجيبة لمنادي الوطن والدفاع عنه، مجددة العهد له ولقيادته السياسية الحكيمة، بكل غال ونفيس متحدين قوى العدوان وزبانيتهم النيل منهم أو تحقيق أدنى أهدافهم الدنيئة بحقهم وحق وطنهم وسيادته وكرامته. والله ما تخوفنا السعودية ولا ما يرطوا ولا ما معاها ولا ناس بالجز من ركزنا نجم، احنا صامتوا واحنا مع الزعيم علي عبد الله الصالح ومع الوطن قلب وقلب افدي بروحي وعيالي وبلادي وما املك. رساله للاعداء، اعداء الشيطان ينظرون الى الطوفان، والطوفان اذا تحرك لن يبقي احد، لن يبقي احد. استفتاء شعبي وحر ممن يملك وحده القرار ويمنح الشرعيه، تدركه القوى المنتهجه للديمقراطيه، وأدركت أيضا قوى الاستبداد الملكية التي حلقت بطائراتها وفتحت من حاجز صوتها المشؤوم الذي لم يعد يخيف أحدا من أبناء اليمن مهما بلغ إرهابهم وفداحة جرمهم. حشود اليمن من قيادات وأعضاء وأنصار ومؤيدي المؤتمر الشعبي العام وحلفائه أكدت من خلال هذا الحشد المهيب رفضها القاطع للتنازل أو التفريط عن ذرة رمل من تراب وطنهم أو قطرة دم سفكت نتيجة عدوان آل سعود ومرتزقتهم. هي طيارتكم تحلق فوق الجبال وفوق السماء، لا تخيفنا ولا تهز شعرة من رؤوسنا، نحن شامخون شماخ الجبال ونحن بالروح وبالدم نفدي اليمن ونفدي علي عبد الله صالح. الجاي الشعب اليمني يخرج عن مكنة أبيه ليقول للعالم كفى 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 ضرب وكفى صواريخ وكفى طائرات، إن طائراتكم لن تخيفنا، حومت علينا فوق 70 لكنها لن تخيفنا أبدا. انكسار وإذلال لقوى العدوان السعودي وترصانتها العسكرية التي تستند إليها تحطمت أمام هذه الأمواج البشرية الهائلة التي أكدت أنها لن تخضع أو تستسلم للقطرسة السعودية مهما كان الثمن، حاملين في إحدى يديهم رسالة سلام لا استسلام، وفي الأخرى بندقية للدفاع عن أرضهم وعرضهم حتى دحر الغزاة والمعتدين. ألقي رسالة للعدوان السعودي القاسم الأمريكي وأحيي الشعب اليمني أن احنا صامتين لا نخاف من ضارب ولا من قنابلهم، وأن احنا صامتين صامتين، ونحيي الشعب اليمني وأحيي الرئيس علي عبد الله صالح. سلمت السلطة في هذه المنطقة واستعدت السلطة في هذه المنطقة تحت الطيران، نحن صامدون. رسالة لا شك أنها وصلت للعالم أجمع وكل القوى المتسترة على هذا العدوان السعودي الغاشم باستحالة تحقيق أهدافهم وتدارك الاحتراق بهذه النار التي لن يقف جحيمها في اليمن، بل سيمتد إلى كل من خطط ونفذ وتستر، علهم يشعرون بمعاناة اليمنيين على مدى عام من العدوان السعودي الغاشم. يبقى الوطن هو الهم والشغل الشاغل لدى أبناء اليمن، ومن يتحدون العدوان تحت أزيز طائراته معلنيها صرخة في وجهه بالروح بالدم نفديك يا يمن. يحيى الهادي، اليمن اليوم، صنعاء.